السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الصف الرابع الابتدائي، معاكم مستاهل فتعلمني. النهارده ان شاء الله معانا فيديو مهم جدا، معانا حل اسئلة بنك المعرفة لمادة اللغة الانجليزية كونكت، ان شاء الله تستفيدوا منه. ولو اول مرة تشوفونا يا ريت تعملوا لنا اعجاب للفيديو واشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس عشان كل حاجة نوصلها او اي مراجعة نعملها توصل لكم. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب عندي اول سؤال، read the text and answer the questions. هنقرأ القطعة وهنحل عليها الأسئلة. There are lots of people who helped us. يعني في طبعا ناس كتيرة بتساعدنا. Leave in our home. ان احنا نعيش في يعني منزلنا. The builder made the walls. البنا عامل البناء يعني بيصنع او بيبني الحائط او الحيطان. حيطان قوية. Walls strong and safe. وآمنة. The electrician الكهربائي connected the electricity بيوصل طبعا الكهرباء. So we can use lights and watch TV. واحنا بنقدر نشغل الاضواء او الانوار ونشاهد التي في. The plumber connected the pipes and faucets. يعني السباك بيوصل الانابيب والحنفيات. So we have water. وبالتالي احنا بيبقى عندنا مية. To have a shower. عشان ان احنا ناخد ايه شاور. بيقولي check true or false. يعني هنشوف صح او خطأ. The builders made the walls strong. يعني عامل البناء او البنايين بيصنعوا الحيطان القوية. طبعا true صح. The electrician connected electricity. الكهربائي بيوصل الكهرباء. اكيد true. The plumber connected the TV. السباك بيوصل ال TV. اكيد false خطأ. The plumber connected the pipes. السباك بيوصل الانابيب او المواسير. طبعا true ماشي صح. There are lots of people who helped us. في ناس كتيرة بتساعدنا برضو true اكيد صح. طيب نشوف قطعة رقم 2. Damietta is a big Egyptian governorate. Its land is rich in nutrients. The farmer there grow many foods. يعني بيقولي دمياط محافظة مصرية كبيرة، أرضها غنية بالموارد الطبيعية. الفلاحين هناك بيعملوا أو بيزرعوا العديد من الطعام. As rice زي الرز. Wheat والقمح. Tomatoes طبعا الطماطم. Potatoes البطاطس. Lemons grapes والعنب. And جوافة والجوافة. They raise farm animals وبيربوا الحيوانات. Such as goats, cows and sheep زي طبعا الماعز والبقر والخرفان. Fishermen catch thousands of fish in the sea. طبعا في عندهم صيادين وبيصطادوا الالاف من الاسماك. Damietta is famous for Damietta cheese. طبعا دمياط مشهورة بالجبنة الدمياطي. About 1.5 million people live there. يعني عدد سكانها تقريبا 1.5 مليون. In Damietta is good. طبعا life in Damietta is good. يعني الحياة في دمياط بتبقى ايه جيدة. Choose the correct answer. Damietta governorate. Damietta cheese. Fisherman is the best title for the passage. يعني لو احنا حبينا نحط عنوان هيبقى افضل حاجة ايه؟ هل Damietta governorate ولا Damietta cheese ولا fisherman؟ طبعا هنقول محافظة ايه Damietta. خلاص دي افضل عنوان للقطعة. The life in Damietta is هل الحياة في Damietta bad ولا good ولا sad؟ طبعا هو في اخر الفقرة قال لي ان الحياة فيها ايه is the good. Answer the following question. هنجاوب السؤال اللي جاي. What do farmer in Damietta governorate grow? بيزرعوا ايه في دمياط؟ طبعا احنا لو رجعنا للقطعة هنلاقي ان هما بيزرعوا حاجات كتير زي الرايز ويت والقمح توميتوز والبوتيتوز والليمونز وجرابس اند جوافة. خلاص يبقى انا عندي من القطعة وبستخرج الاجابة. تمام طيب
نشوف اللي بعديها، القطعة اللي بعديها بتقول I am Noor. My mom's birthday is tomorrow، يعني عيد ميلاد أمي غدا. My sister, my brother and I want to make her cake، عايزين يعملوا لها كيكة. We add flour, milk, sugar and egg، يعني أضافوا الدقيق واللبن والسكر والبيض. It is delicious، طبعا هي لذيذة. We stir well، احنا قلبناها كويس. And back for 20 minutes، وخبزناها لمدة 20 دقيقة. تمام. طيب برضو بيقولي check true or false، the children make dad a cake، هم عملوا كيكة لباباهم. طبعا false، لان هو عيد ميلاد ايه مامتهم. The children add four things to make a cake، هم يعني اضافوا اربع اشياء علشان يصنعوا كيكة. طبعا موجودة اهي flour milk sugar eggs، يبقى فعلا اربع اشياء، يبقى true. His mom's birthday is tomorrow، عيد ميلاد امهم هيبقى غدا. طبعا true. Five children make the cake، هل هم خمس اطفال؟ طبعا مذكور في القطع ان هم ثلاثة، تبقى false. The cake is delicious، الكيكة كانت لذيذة او شهية. true. ماشي، تشوف القطع اللي بعديها. Yesterday was a bad day for Mr. احمد، يعني كان يوم سيء، امس كان يوم سيء لمستر احمد. He was going to work in his car، طب كان رايح الشغل بعربيته. But it broke down، اتعطلت. So Mr. احمد called the mechanic، اللي هو يعني اتصل بالميكانيكي to help him، عشان ايه يساعده. The mechanic came، الميكانيكي اتى. But he needed more than 40 minutes، يعني احتاج وقت يعني 40 دقيقة to repair the car، عشان يصلح العربية. مستر احمد was late، كان متأخر. He took the bus to the work، اضطر ان هو ياخد ايه الباص للايه للعمل، علشان هو كده هيتعطل. طيب برضو هنشوف true or false. Yesterday was a good day for Mr. احمد، كان يوم جيد. طب اكيد في القطعة ذاكرين ان هو كان bad، يبقى false. His car broke down، اتعطلت. true، صح. Mr. احمد called the plumber، هو استدعى السباك، اكيد غلط. false، لان هو استدعى مين؟ الميكانيك. The mechanic needed 30 minutes to repair the car، احتاج 30 دقيقة. غلط، هو ذاكر لي في القطعة انها 40 دقيقة، يبقى false. مستر احمد took the bus to work، خد الاتوبيس للعمل، صح true، لان هو في الاخر اضطر ان هو ايه ياخد الباص، لاننا نفسه هيتأخر. شوف القطعة اللي بعديها. The river Nile is the longest river in the world، يعني نهر النيل من اطول الانهار في العالم. Many different fish live in it، وفي عديد من الاسماك. Fishermen catch، وصيادين بيصطادوا. Fish from the Nile، fish farmers use the Nile، يعني الصيادين بيصطادوا السمك من النيل، والفلاحين بيستخدموا طبعا مية النيل علشان نباتاتهم، يعني يروا نباتاتهم. There are many plants that grow، وفي طبعا عديد من النباتات بتنمو بسايد ذا نيل، بجانب ايه النيل. طيب هنتحقق برضو اذا كان true or false. The river Nile is very short، طبعا false، هو من اطول، the longest in the world، في العالم. There are no fish in the Nile، برضو false، طبعا في العديد من many of fish. The river Nile is important for plants، اكيد true، طبعا. Fishermen catch fish from the Nile، يعني الصيادين بيصطادوا من النيل السمك، true، صح. We grow many plants beside the Nile، في عديد من النباتات بتنمو بجانب النيل، مذكورة في اخر القطعة، يبقى true. طيب نشوف القطعة اللي بعديها. A plant is made of millions of cells، يعني النباتات بتتكون من الملايين من الخلايا. The plant cells are very very small، الخلايا دي بتبقى صغيرة جدا. Chloroplasts make the plants green، مادة الكلوروبلاستس بتخلي النباتات ايه خضراء. You can only see them with a microscope، انت ممكن تشوف الخلايا دي عن طريق الميكروسكوب فقط. The green plant cells make food for the plant، بتخلي بتصنع لهم الخلايا الخضراء ديت، او النباتات الخضراء، الخلايا الخضراء بتصنع النبات، الغذاء للنبات. they use sunlight، بتستخدم ضوء الشمس. carbon dioxide and water، ثاني اكسيد الكربون والماء، عشان يصنع ايه الطعام. they give us oxygen، وبتدينا طبعا الاكسجين. in return in some cities
people grow plants in apartments. في بعض المدن الناس بتزرع النباتات دي في الشقق يعني سكنية. and building والمباني for cleaner air عشان تنظف ايه الهواء، زي المدن الجديدة كده عندنا مثلا تبقى فيها مساحات خضراء كتير. choose the correct answer. oxygen is gas that people need to. الاكسجين ده الناس بتحتاجه لايه، breathe ولا eat ولا drink؟ طبعا breathe. oxygen microscope كلوروبلاستس ميك بلانتس جرين، اي منهم بيخلي النباتات خضراء؟ طبعا ماده الكلوروبلاستس هي اللي بتجعل النباتات ايه، خضراء. answer the following question. how can plant cells make their food؟ ازاي الخلايا النبات بتصنع الغذاء؟ طبعا مذكور في القطعه، they use sunlight بتستخدم اشعه الشمس، الكربون دوكسيد وثاني اكسيد الكربون والماء and water. خلاص they use sunlight carbon dioxide and water. طيب نشوف القطعة اللي بعديها. my name is Nada. I spent my weekend at home with my family. يعني قضت عطلة نهاية الأسبوع مع عائلتها. we have three meals every day. عندهم بيتناولوا طبعا ثلاث وجبات في اليوم، breakfast lunch and dinner، فطار غدا عشاء. my favorite meal is lunch. طبعا الوجبة المفضلة ليها هي الغذاء الغداء. I like it because all the family sit together. يعني هي بتحب الوجبة دي عشان كل العيلة بتبقى مجتمعة مع بعض، بتاكل مع بعض. eat and talk وبيتكلموا. my mother cooks special food for us. وبتعمل لهم مامتهم طعام خاص. today we are having potatoes and chicken. قالوا النهاردة بطاطس وفراخ. it looks delicious. وكانت ايه، شهية. choose the correct answer from A, B, C أو D. my A cooks food for the family. مين اللي بيصنع الطعام للفاميلي؟ طبعا mother, sister, brother, father. أكيد A mother. خلاص. we are having A and chicken for lunch. هما اتغدوا ايه النهاردة؟ مذكور في القطعة، باستا ولا رايز ولا بوتيتوز ولا سلطة. طبعا هما اتغدوا بطاطس وفراخ. answer the following question. how many meals do they have every day. هما بيتوجبوا كام وجبة، بيتناولوا كام وجبة في اليوم؟ طبعا مذكور 3 meals، 3 وجبات. what is Nada's favorite meal. واي وجبة مفضلة عند Nada؟ طبعا برضو مذكور في القطعة، Nada's favorite meal is lunch، بتفضل وجبة الغداء. طيب القطعة اللي بعديها. the elephant is big animal. it has a long nose. الفيل حيوان كبير عنده أنف طويلة and big ears ودان كبيرة. elephants need to live in very large area. بيحتاج يعيش في مناطق كبيرة because they eat and drink so much. عشان هو بياكل وبيشرب كتير. they eat grass and leaves. هو بيتغذى على العشب والأوراق. true or false. elephants have small ears. عنده ودان صغيرة. طبعا false. هو مذكور إنه big. the elephant is a big animal. true. هو حيوان كبير. elephants have short nose. مراخير صغيرة. لا false. عنده أنف طويلة كبيرة long. elephants live in large area. true. بيعيش في مناطق كبيرة. elephants eat meat. بياكل لحمة. طبعا موجود ان هو بياكل grass and leaves. عشب وايه وأوراق. طبعا يبقى false. طيب القطعة اللي بعديها. Alexandria is a big city in Egypt. اسكندرية مدينة كبيرة في مصر. I visit Alexandria with my family. أنا بزور اسكندرية مع أسرتي في in the summer في الصيف. when I go to Alexandria I swim in the sea. لما بروح اسكندرية بعوم في البحر. I play on the beach وبلعب في الشاطئ. with my brother مع اخواتي and sisters واخواتي البنات. I visit Alexandria library. زرت مكتبة الاسكندرية library to read books عشان يقرأ الكتب. true or false. I visit Alexandria in winter. هو زار في الشتاء. طبعا false in the summer. I play on the beach. بيلعب على الشاطئ. true. صح. I go to Alexandria with my friends. مع أصدقائه. false. هو مع زارها مع family his family. I can read books at Alexandria library. طبعا صح وزورها واكيد احنا بنقرأ الكتب في المكتبة. Alexandria is a small city. هل هي مدينة صغيرة؟ false. طبعا هي big city. ماشي القطعة اللي بعديها. my friend أولا lives in village near the river. يعني صديقتي أولا بتعيش في قرية قريبة من النيل. farmers grow food for them to eat. والفلاحين بيزرعوا هناك طعام عشان يأكلوه. they grow
beans plants بيزرعوا الفول and vegetables وخضروات. There are a lot of plants near the river وفي نباتات كثيرة بالقرب من النيل. Plants near the river need a lot of water بتعوز مية كتير. Ola lives in a city هي بتعيش في سيتي طبعا غلط. Village في قرية يبقى falls. Plants near the river don't need a lot of water يعني النباتات القريبة من النيل دي مش بتحتاج مية كتير طبعا falls تحتاج. Farmers buy food for us to eat بيبيعوا لنا الطعام عشان ناكله او بيبيعوا الطعام عشان ياكلوه طبعا غلط false. Farmer grow beans plants near the river بيزرعوا البينز اه طبعا الفول يبقى true. There are vegetables near the river هم قالوا ان هم بيزرعوا الفول والفيجيتابلز طبعا يبقى ايه true بالقرب من النيل. طيب القطعة اللي بعديها plant is made of millions of ده القطعة دي متكررة خدنا قبل كده لسه قايلينها. طيب نشوف اللي بعده read and choose اختار. The bus driver need a to fix the bus السائق الاتوبيس بيحتاج ايه عشان يصلح له العربية. teacher mechanic builder طبعا اللي بيصلح العربية ايه mechanic. the a are building my new house مين اللي بيبني او بنالي بيتي الجديد. builders teachers dentists طبعا لا طبعا builders البنايين او عمال البناء هم اللي بيبنوا مش المدرسين ولا طبيب الاسنان طبعا. we eat fish at a big احنا بناكل السمك في ايه ميوزيم ريستورانت سكول طبعا بناكله في a big ايه ريستورانت في مطعم كبير. Alexandria is a in the north of Egypt village town city طبعا مذكور ان Alexandria is a city مدينة. The mail carries delivers garbage ولا back badge ولا walls خلاص اللي هو عامل البريد او ساع البريد يعني بيحمل ايه بيحمل طبعا back edge اللي هي ايه اللي هي طرود البريد خلاص. ايه help you with your bad tooth يعني بيساعدك لما تكون سنانك يعني مش كويسة. architect ولا mechanic ولا dentist طبعا dentist اللي هو طبيب الاسنان. Can you write about the pros and cons of jobs طبعا pros اللي هو الايجابيات خلاص. طيب هو بيقول له انت ممكن تكتب عن ايجابيات وظيفتك وايه تاني ايه اللي مع الايجابيات cons ولا cans ولا can طبعا cons اللي هي السلبيات يبقى انت ممكن تكتب عن ايجابيات وسلبيات ايه وظيفتك. Not touch anything electrical with wet hands ما ينفعش انك تمسك اي جهاز كهربائي بايد مبتله. always ولا never ولا do يبقى never طبعا ابدا ما ينفعش انك تعمل كده يبقى never touch anything electrical with wet hands وايديك مبتله. طيب an architect always carries a top tab ولا tab اللي هم المهندسين المعماريين دايما بيحملوا معاهم ايه طبعا معاهم تاب اللي هو الشريط خلاص شريط القياس يعني. طيب my mother never gets angry she is very يعني امي دايما ما بتغضبش هي ايه هي patient ولا difficult ولا sad طبعا patient صبورة جدا هي صبورة ما بتغضبش. all the jobs are very bad important cute كل الوظائف بتبقى ايه important. in a storm we sometimes see a flash of يعني لما يكون في عاصفة دايما بنشوف ضوء ايه morning evening ولا lighting طبعا بنشوف ايه ضوء الايه flash lighting اللي هو الرعد البرق قصدي. the phoenix fox has a thick to keep warm fur ولا بيك ولا فيزر فيور عنده فراء كثيف. we show food with our بننظر الطعام with nose eyes teeth طبعا teeth بأسناننا. the roots grow الجذور بتنمو the soil next to on ولا under the soil تحت التربة under the soil. camels are not than horses they are about 2 meters يعني الجمال بتكون ايه بالنسبة للحصانة وكاتب لي 2 متر يبقى انا هقارن في الطول يبقى slower ولا faster ولا taller طبعا taller اطول من الحصانة. I don't drink cola
اي اي اكسرسايز اكسرسايز افري داي، انا بشربش الكولا وبعمل تمرينات اند اي اكسرسايز افري داي، بعمل تمرينات كل يوم. لاست يير ماي فريند اي تو انجلاند، يعني السنه الماضيه صديقي بلايد وركت ترافلد تو انجلاند، طبعا اكيد سافر ترافلد تو انجلاند، سافر لانجلترا. ماي فازر وركس اون فاكتوري ولا تورست بوت ولا سكول، هي ميت ماني تورست، بيقابل كتير قوي من السياح، يبقى اذا بيعمل في ايه؟ تورست بوت، في قارب سياحي او سفينه سياحي. وي ايت بريكفاست ان ايفنينج مورنينج افترنون، طبعا الفطار بنتناوله مورنينج. بلانتس نيد اند ووتر تو جرو، محتاجه ايه؟ ميه وايه عشان تنمو؟ سان لايت، اشعه ايه؟ الضوء، اشعه الشمس يعني. We have two. They help us to breathe. عندنا اتنين ايه بيساعدونا في التنفس؟ طبعا two lungs. Birds have one. Birds have one. عندها الطيور بتمتلك one wing feather ولا beak. طبعا beak. منقار واحد. We use that to make things bigger. يعني احنا بنستخدمه عشان نخلي الاشياء كبيره. Plant cell ولا microscope ولا بين microscope. Microscope. الميكروسكوب بيخلينا الاشياء ايه؟ كبيره. I eat healthy food. I exercises. يعني انا باكل طعام صحي. And I exercise. وانا وبتناول غذاء ايه؟ صح. بعمل تمارين. ريم غزلز هاف بيج ايرز اند لونج، اللي هو غزال الريم عنده ودان كبيره ولونج ايه؟ ولونج هورن. هورنز يعني قرون طويله. كاملز بيرفكت فور ذا ديزرت، از ولا ووز ولا ار؟ ار طبعا عشان كاملز هنا جمع، يبقى كاملز ار بتكون افضل لايه؟ للصحراء. اسناك از ا دينجرس سان فوكس، مور ولا موست ولا ليست؟ مور، ادام في زان يبقى مور زان، مور زان ايه؟ يعني خطيره عن الثعالب. تشيكن جيف اس، تشيكنز الدجاج بيعطينا ايجز، ميلك جراس بيعطينا ايجز. اور هارت blood around our body، braces ولا exercises ولا pumps؟ طبعا القلب بيضخ الدم، pumps حول جسمنا كله. how is a camel؟ it is about 1.9 متر طول، يعني بيتكلم بيسأل هنا عن ايه؟ عن الطول. ماشي، old heavy طول، يبقى how tall، بيقول له يعني طوله قد ايه الجمل؟ قال له حوالي متر و9 سنتي. طيب نقط ار جرين، ليفز ولا روتس ولا سويل؟ اللي بتبقى خضرة طبعا الليفز، الاوراق. هاف سيدز انسايد، فيها بذور داخلها. توميتوز لونج ايرز، طبعا التوميتوز وداخلها بذور. طيب اكامل از ذان هورس، هيفي هيفير هيفيست، از هيفير هيفير ذان، هيفير ذان بيبقى اثقل من او يعني وزنها اتقل من الحصان. Elephants are not than dogs. Thin are big, bigger. يبقى bigger than. Bigger than. Than دايما بيجمع الصفة ايه؟ أخرها ER. Let's find our city on the map tab. Lab. طبعا هنجد مدينتنا في الماب، الخريطة. In the نقط the weather is very hot. يبقى الجو امتى حر؟ Fall ولا winter ولا summer؟ أكيد summer، في الصيف. Camels have large flat feet. Ice cars flat feet. عندها flat feet كبيرة. We breathe air through our. بنتنفس الهواء عن طريق nose. Ears ولا eyes؟ طبعا nose. عن طريق أنفنا. We should not food well. Chew ولا breathe ولا drink؟ Chew طبعا. يعني نمضغ الطعام جيدا. We breathe through our eyes. بنتنفس من خلال طبعا لسه مذكورة nose. Snakes are birds. Dangerous lands. طبعا السناكس بتكون dangerous، خطيرة. How is horse؟ it's about 459 كيلوغرام. كيلوغرام هنا بقى بيتكلم عن ايه؟ عن الهيفي، الوزن، بيسأل عن وزن الحصان. ماشي. We use our respiratory system to، احنا بنستخدم الجهاز التنفسي. Digest smell breath، طبعا breath عشان نتنفس. ماشي. طيب what is the animal in the world big bigger biggest biggest ذا، يبقى ذا هيجي معاه طول ايه؟ biggest، بيسأل عن اكبر حيوان في العالم.
we have ايه in the morning lunch dinner breakfast عم تناول ايه breakfast الفطار. we use the نقط of camels to make clothes بنستخدم ايه من الكامل عشان نعمل الملابس طبعا الفيور الفراء الكامل. grow vegetables for us to eat engineers farmers doctors طبعا اللي بيزرعوا لينا ال vegetables خضروات farmers الفلاحين. we use our ايه system to digest the food we eat مين اللي بيهضم الطعام طبعا digestive ايه system جهاز الهضم خلاص. طيب tomatoes have inside flower leaves seeds فيها بذور seeds. طيب have large beautiful eyes عندها عيون جميلة وكبيرة horses طبعا الحصنة لا plants ولا flower ما عندهمش عيون يبقى horses. we eat chickens in Egypt رايز بنربي الدجاج في مصر. the phoenix fox lives in the desert الفينيك فوكس بيعيش فين في الصحراء. I eat vegetables exercises وبعمل باكل خضروات وبعمل تمرينات. a cat is a small a horse is big. a cat is a small يعني القطة صغيرة but a horse is a big لكن الحصان طبعا هنا فيه حاجتين متناقضتين فبستخدم بط ده صغير وده كبير يبقى ايه لكن الحصان ايه بط. we not the plant every day water read look طبعا بنروي water النبات كل يوم. horses are animals طبعا الحصانة بتكون حيوانات لا plant ولا birds. some seeds can on water بعض البذور مالها stick move float بتطفو على الماء ماشي. we not our garden plants every week water drink يبقى بنسقي طبعا الحديقة بتاعتنا كل اسبوع. we use our system to digest food بنستخدم الهضم اللي طبعا بنستخدمنا digestive system. we produce vegetables like and potatoes من هنا في الخضروات water melon bananas طبعا onion من الخضروات هو البطاطس. my school is a hospital and post office مدرستي بتكون ايه بالنسبة للمستشفى ومكتب البريد. between under in اكيد مش تحت واكيد مش فيه يبقى between بين الاثنين بين المستشفى ومكتب البريد. go not ahead then turn right هيقول لك يعني go straight هتمشي على طول ahead then turn right وبعد كده احود يمين. I live in رمسيس دي بارك ستيشن ولا ستريت شارع رمسيس اكيد مش عايش في المحطة ولا في الحديقة. our house is very old we want to يعني منزلنا قديم احنا عايزين نعمل ايه يبقى repaint يعني هنطليه او هنبيضه يعني. I like playing tennis I can't play well تناقض اهو يبقى but I can't play well انا بحب التنس بس لكن ما بقدرش العبه كويس. ندى loves fruits and vegetables she is healthy unhealthy scared اكيد هي بتحب الفاكهه والخضروات يبقى healthy. what do farmers raise in Egypt not cows and ducks يبقى بيربوا ايه حيوانات هنا عندي rice بطاطس طبعا chickens بيربوا الدجاج والبقر والبط. are very dangerous animals crocodiles التماسيح بتكون خطير من اخطر الحيوانات. the plant cell is very we use microscope to see it ايه اللي دقيق قوي يبقى very ايه very small خلايا النباتات very small صغيرة قوي ما بنقدرش نشوفها غير بالميكروسكوب. to mix something again means to لما بنعيد مزج شيء تاني to make not mix mix ولا remix عادة مزجه. my friend has a burn hold her hand under a water cold hot يعني هو عنده حرق في ايده طب هيحط ايده في ايه cold water ماء بارد. and collect garbage every day مين اللي بيجمع القمامة كل يوم garbage collector ماشي عامل القمامة او النظافة ماشي. farmers grow nut and onions tomatoes and onions not natural light in the day يعني use natural light in the day نستخدم الضوء الطبيعي في خلال اليوم. babies play with الاطفال بيلعبوا بالايه بالبلوكس اللي هي المكعبات ماشي. the night is very cold today job weather
سكرو درايفر طبعا ويزر الجو جو بارد النهارده. there is couch and television in the couch اللي هي الأريكة والتلفزيون موجودين فين؟ طبعا في الليفينج روم. we live in an on the sixth floor يعني في الدور السادس يبقى apartment شقة لا جاردن ولا ستريت يبقى ايه في الشقة في الدور السادس. I sleep in the dining room bathroom bedroom طبعا انا بنام في حجرة النوم. some people live in air it's made of clothes tenant house boat ولا cave مصنوع من القماش يبقى التنت الخيمة تنت. I learn in my school supermarket hospital طبعا نتعلم في المدرسة نتعلم في. there is a tree نقط of our house next in front او on يبقى in front of موجود يعني شجرة قدام المنزل. طيب نشوف اللي بعديها طبعا مديني هنا كلمات هكمل بيهم. electricity is very with very dangerous خطيرة جدا. if we get an electric shock يعني لو احنا طبعا عم مسكناها ممكن يحصل لنا بعد شهر صدمة صعقة كهربائية. we can't control our bodies مش هنقدر نتحكم في أجسامنا يبقى هنحط هنا control. it can also burn us وممكن تسبب لنا حروق burn us. electricity is always turning to go to into a ground it travels easily through بتتنقل الكهرباء بسهولة خلال الwater and our bodies are 70% water يعني عندنا احنا جسمنا بيتكون 70% من الماء. طب مديني مانجوز جرو ديليشيز وي شوجر كان ووتر ميلون. طيب فروتس جرو ان ديفرنت تايمز اوف ذا يير وي نوت ديفرنت كايندز ان ايجيبت يبقى جرو بنزرع مختلف او انواع مختلفه في مصر. مانجوز مانجا اند ووتر ميلون وي البطيخ جرو ان ذا سمر في الصيف. وي جيت شوجر فروم واحنا بنحصل على الشوجر من ايه؟ من الشوجر كان قصب السكر. فروتس فروتس ار فروتس ار بتكون ايه؟ ديليشيس. طيب مديني انجري هيلبنج تيتشر اكسبلينز بلين بنشنت. طيب ماي فريند رانا لايكس نوت بيبول بتحب ايه؟ هيلبنج هناخد كلمه هيلبنج بيبول. شي از فيري بتكون بنشنت صبوره جدا. ايفري وان لايكس هير كل الناس بتحبها بيكوز she never gets in angry يعني هي بتغضبش خالص. she explains things توضح على طول الاشياء all the time. she wants to be a teacher هي عايزه تبقى ايه؟ مدرسه. طيب مديني living room garden bedroom bedroom rooms و house. my grandparents live in a big a with garden يبقى big house خلاص. it has many many rooms فيها حجرات كتير. are two beds فيها سريرين. in my bedroom في سريرين في حجرتي. I watch TV in the وبشاهد تلفزيون فين هحط هنا ايه living room. I love playing with my cousins in the وبلعب مع اولاد عمي فين في الجاردن. طيب مديني جوس lunch chicken delicious with fruits ماشي. I am hungry انا جائع. I want to have my يبقى هنا ايه هت have my lunch. I like to have وانا بحب اتناول ايه هنا عندي chicken and rice بحط chicken هنا and rice ويروز. the food is not the food is delicious شهي. I love not to يبقى احط fruits fruits انا بحب الفاكهه برضو. I want to have watermelon and وانا بحب عايز ان انا اتناول بطيخ and drink some some juice واتناول بعض العصير. طيب مديني small wings noisy noisy pigs وamazing. I like birds a lot انا بحب الطيور قوي. I see them every day وبشوفهم كل يوم. they have not to fly عندهم ايه بيطيروا بيه يبقى احط wings تمام. they are not birds هي بتكون طيور ايه amazing رائعة amazing birds have not and tail عندها ايه beaks منقار and tail وديل. some birds are big and others are small بعض الطيور بتكون كبيرة وبعدها بتكون ايه small يبقى انا هحط هنا كلمة ايه small. some of them are noisy خلاص وبعدهم بيعمل ايه ضوضاء بيعمل صوت كتير يعني. where color beautiful friends
repented ماشي. My house is old يعني منزلي قديم. I wanted to make it انا عايزه اخليه ايه؟ يبقى beautiful ماشي كده. طيب I not it يبقى انا عشان اخليه beautiful هعمل ايه؟ repented. repented it هطليه the new color. the new هحط هنا color الالوان الجديده بقى اللي هبيض بيها was green and red اخضر واحمر. my not helped me مين اللي هيساعدني؟ يبقى friends حط friends. we not were very happy احنا كنا we were very كنا سعداء جدا. طيب معانا المجموعه اللي بعديها التوصيل ماشي. a plumber connected السباك. السباك بيعمل ايه؟ بيوصل ايه؟ the pipes and faucets بيوصل ايه؟ الانابيب والحنفية. يبقى دي مع 5. that male carries is اللي هو ساعة البريد بيحمل ايه؟ بيحمل delivering letters اللي هي الخطابات ماشي. يبقى دي مع 4. طيب an electrician connected الكهربائي electrician بيعمل ايه؟ بيعمل ذا بيوصل ذا electricity الكهرباء. يبقى number 2. this machine this mechanics work in بيعملوا فين؟ الميكانيكي بيشتغل فين؟ ذا repair shop محل الايه؟ التصليح. يبقى دي مع 3. طيب a garbage collector take a not way اللي هو عامل النظافة بياخد ايه معاه بعيدا؟ بياخد زي ايه؟ the garbage اللي هي القمام. طيب نشوف اللي بعديها. I sleep in انا بنام فيه طبعا the bedroom number 5. which is your ايه favorite room ما هي حجرتك المفضلة number 1. my village is قريتي next to the Nile قريبة من ايه؟ من النيل. حط number 2. mom cooks food ها بتطبخ طعام ماله in the kitchen في المطبخ تمام. يبقى number 3. the upside down house اللي هي البيوت المقلوبة رأسا على عقب is very unusual house اللي هي موجودة في انجلترا هي بيوت غير عادية تلاقي يعني رأسها تحت ومقلوبة رأسا على عقب is very unusual house بيوت غير تقليدية. طيب when you leave أروم لما تسيب حجرتك تعمل ايه؟ هترن اوف ذا لايتس هتطفي الانوار. يبقى نمبر 4. دونت يوز ما تستخدمش ايه؟ بروكن واير الاسلاك المكشوفه. يبقى نمبر 1. الكتريسيتي ماله؟ از دينجرز خطير كهرباء خطيره. نمبر 2. يوز ناتشرال لايتس نستخدم الاضواء ايه؟ ان ذا داي ماشي. هاو ماتش ايه؟ how much milk do you need يعني كمية اللبن اللي انت ايه عايزها يسأل عن الكمية. طيب نشوف اللي بعديها. some animals are scary بعض الحيوانات بتبقى مخيفة but they are important ولكن مفيدة. number 2. خلاص دميتا تشيز is famous دميتا مشهورة او جبنة دمياطي مشهورة فين؟ in دميتا في دميوت. يبقى نمبر 3. our heart رقم نمبر 1 pumps blood around our body بيضخ القلب بيضخ الدم فين؟ في جسمنا. farmers in مينيا ها الفلاحين في مينيا مالهم؟ grow sugar cane بيزرعوا قصب السكر. يبقى نمبر 5. a plant is made النبات بيصنع من of billions of cells من ملايين من الخلايا. طيب the eagles has strong wings النسر عنده ايه؟ قوي جناح قوي. it can fly easily بالتالي بيطير بسهولة. طيب flapjack are كعكة الشوفان are ايه؟ cookies بتكون cookies ماشي. number 1. your friend is coughing يعني صديقك بيكح تعمل ايه؟ hit him on the back ضربه على ايه؟ على ظهره. number 4. camellia likes ice cream تحب الايس كريم. ايه تاني؟ and she likes chocolate too بتحب الشوكولاتة برضو. number 3. we can see the plant cell بنرى خلايا النباتات دي عن طريق ايه؟ with a microscope عن طريق الميكروسكوب. نشوف اللي بعده. your brother sprained his food ماشي يعني زي رجليه مجروحة او فيها حاجة طيب
تبقى ايه، تبقى بريس ا باج اوف ايس اون هيز فوت، يعني هنحط له زي حاجه فيها تلج على رجليه، حقيبه فيها تلج او قماشه فيها تلج على رجليه. تمام، يبقى نمبر 3 ذا فينيك فوكس ليف، ها بيعيش فين؟ ان ذا ديزرت، يبقى نمبر 1. ذا لارج انستين از، الامعاء الدقيقه مالها؟ مالها ان ذا ديجستيف سيستم، موجوده في الجهاز الهضمي. اي وانت تو بلاي فوتبول، عايزه العب كره القدم. بات اي هارت ماي ليج، لكن ايه تناقض اهو، لكن انا رجلي بتوجعني. هورسز ايت، الحصانه بتاكل جريس، يبقى نمبر 4. طيب وي نيد اكسجين، بنحتاج الاكسجين تو بريس، يبقى 3 عشان نتنفس. اي ام هيلثي اند اي ايت، انا صحي اند ايه اند باكل خضروات فيجيتابلز اند فروت، يبقى نمبر 5. كاملز ار، الجمال بتكون مالها؟ بتكون بيرفكت فور ديزرتس، نمبر 2، كويسه او ممتازه يعني ينفع تعيش في الصحراء. ابلي كان ايتس، البجعه بتاكل ايه؟ سمول فيش، نمبر 1. ذا روتس جرو، ذا روتس جرو، البذور الجذور بتنمو فين؟ اندر ذا سويل، تحت التربه، يبقى نمبر 4. ماشي، ابلي كان هاز، البجعه عندها ايه؟ عندها يلو بيك، منقار اصفر، يبقى نمبر 3. ذا فينيك فوكس از سمولر، سمولر ذان اذر فوكس، هو اصغر من الثعالب الاخرى، يبقى نمبر 1. اي هاف سكراب، انا عندي خدش، ماشي. اي نيد تو واش ات، وعايز اغسله، يبقى نمبر 2. ايجلز هاف، ايجلز النسر بي عنده هاف ايه؟ عنده فيزر اند وينجز، ريش واجنحه. توميتوز هاف، الطماطم مالها؟ سيدز انسايد، عندها بذور في داخلها. طيب اروز از تولر، ورده الروز طويله عن ايه؟ طويله عن زان اديزي، ديزي اللي هي زهره اللؤلؤ، يبقى تولر زان اديزي، نمبر 2. ايجيبشن فارمرز ريز، الفلاحين المصريين مالهم؟ بيربوا تشيكنز، الدجاج. ذا ليونز ازا، ازا ايه ماله؟ الاسد موست دينجرز انيمال، يعني من اكتر الحيوانات الخطيره. ذا فينيك فوكس هاز، هاز ايه؟ هاز بيج ايرز، عنده ودان كبيره. خلاص، جرابس اند مانجوز ار، العنب والفاكهه بتكون ايه؟ ار فروت، بتكون يبقى نمبر 1، ار فروت فاكهه. تمام، طيب قولي وات از ذس، طبعا اتس ووتر ميلون، ده باين هو بطيخ. الصوره دي طبعا ات از فلاور. وير داز ات ليف، بيعيش فين دوت الجمل ده؟ طبعا ده بيعيش ان ايه؟ ذا ديزرت. داز فينيك فوكس هاف بيج ايرز، عنده ودان طويله؟ اه يس ات داز. طيب ات از ذا كروكيديل، نو ات از ات ازنت، طبعا ده مش تمساح، دي ورده، فايت ات از ازنت، ات ازنت. كان ات فلاي، او طبعا عنده جناحه اهو، يس ات كان. ماشي، برضو بيقول لي مديني كلمات زي اللي فاتت. وي هاف، هنكمل بيها، وي هاف نقط، طبعا دي صوره اي اي تو ها تو لانجز انسايد اور بودي، ماشي، يبقى هنحط هنا لانجز. ذا فينيك فوكس نيدز بيج ايه؟ بيج ايرز، عنده ودان كبيره. تو هير، يعني محتاج الودان دي عشان يسمع انسكتس، الحشرات. زير از نوت ماتش رين ان ذا، مفيش مطره كتيره فين؟ ان ذا ديزرت، في الصحراء. اسناك از نوت دينجرز زينا فوكس، التعبان طبعا مور، خطير اكثر من الثعلب. ماي سيتي از انسكت ان ذا نايست بليس تو ليف، يعني مدينتي جميله زي ماي سيتي، لطيفه يعني العيش فيها والحياه فيها. هورسز ار نقط زان كامل، يبقى هنحط فاستر زان. علامات الترقيم، ويتش انيمال از كيري، طبعا هنا هيبقى علامه استفهام وهنصلح ويتش بالكابيتال، ماشي. طيب وبرده غردقه از ذا ايست اوف ايجيبت، برضو هنصلح علامات الترقيم. طبعا كل ده اخر سؤال معانا، سهل ما فيهوش حاجه، علامات ترقيم. وهنسيب لكم طبعا المراجعه دي بي دي اف على صفحتنا على الفيسبوك، خلاص، اوعى هسيبها لكم في صندوق الوصف برضو. ماشي، كده انتهت الاسئله، دي كانت المراجعه بتاعتنا النهارده، ان شاء الله ما يخرجش عنها الامتحان باذن الله، مراجعه كويسه جدا. ما تنسوش بقى تعملوا لنا اعجاب للفيديو، ما تبخلوش علينا بيه، واشتركوا في القناة عشان أي مراجعة ننزلها الفترة الجاية برضو إن شاء الله توصل لكم. وبالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.